هيدا اللي عندك صار كيف شي حال الضمان؟ قد ايه عم يجي الشباب اللي عندك عم يسألوك عن هيدا النوعية من الأدوية؟ هلا نسبة الشباب إذا بتقارنيها بين سنة لسنة لسنة عم بتزيد، كل سنة عم بتزيد نسبة الشباب اللي بتجي بتسألك. إجمالا نحن بنسأل يوميا كذا مرة، ومن فترة نص 2011 لهيدا اليوم عم نزيد على هيدا السؤال، وعم بيزيد الطلب عليه، وعم بتزيد الطلب بقوة الأجريسيفيتي لحتى يستلموا هيدا الدواء من عنا، وحتى عم بيجيبوا وصفات مزورة. هول الأدوية هن بين كيلرز، يعني مسكنات للآلام. قديما كانوا ينباعوا بدون وصفات في سبعين معودين عليه تعطيهم بلا وصفات بعدين فجأتهم؟ أكيد في عنا أكثر من مريض كان بياخد بلا وصفات للترامل، وكان من طلب من الحكيم. لا أنا شو عارفك أنه كلهم كانوا ساخنين؟ أنت التزمت بعد القانون مش قبل؟ أنا التزمت بعد القانون، بس أنا بعرف المرضى اللي عندي اللي بيجوا على الصيدلية. قد كان في مدمنين عندك ياخدوا؟ مدمنين ياخدوا؟ عادة طلب هول الأدوية بس ينقطع المدمن من المخدر اللي هو عم بياخده، كأنه كان حشيش ولا كأنه كان كوكايين ولا كأنه كان أي نوع من البودرة الشام اللي بيتعاطوها. ساعتها بيصيروا يفتشوا أكثر على هول الحبوب تيهدوهن من كرائز الأعصاب اللي بتصير معهم بعد ما ينقطعوا من هذيك الأدوية. هيدا الدواء شو؟ هيدا كل اصحابي وانا بنحب نحصل عليه. ما بيبيعوا ب 6000. قد ايه بيبيعوا؟ حسب ما يحسوا فيك انك محتاجه او شيء، يعني ممكن يوصل لل 50000. حتى في اطباء ما بتشوفنا وبتاخذ 20000. الي حوالي 4 سنين. احيانا بقعد جمعه بلا الدواء، واحيانا ما بقدر ضاين ربع ساعة. الدواء هو جزء من عملية الإدمان الشاملة على المخدرات. نعم، حتى عم نحاول نخترع أشياء نصير نأدمن عليها لنعيش بالسيكولوجي تبعيتنا. مثل؟ يعني أي شغلة بتخلينا نبين إن إحنا مدمنين أو تريحنا عم نعملها. الدواء، الكحول، كل شيء. أنت عادة من وين بتجي؟ من حد بيتي. وأصحابك؟ بيجيبوا ما رح اقول كثير، قريش المزرعه، بربير، بربور، هيك طوارح. عم باذي اهلي وعم باذي الكل وعم باذي اللي بحبهم.